استاذ حسن المستكاوي بقى يخليك تتجول كده ما بين التاريخ والجغرافيا والاحداث وينعش ذاكرتك باحداث يمكن عرفتها في المدرسه، يمكن قريت بعد كده عنها، يمكن اهلك عاشوها، منها مثلا التهجير والفتره دي وتاثيرها على نادي الاسماعيلي. طبعا اولا مدن القناه تهجرت في 67 الناس يعني، وكانت حاجه صعبه جدا على الناس، لكن المصريين بقى المصريين ووطنيتهم تحملوا عشان في يوم من الايام هنرجع تاني بعد ما نحرر سيناء وبعد ما نخوض معركه الصقر والكرامه في 73. فده تاثيرها ان النادي الاسماعيلي كمان اتهجر، راحوا بقى مركز شباب الجزيره وعملوا يدوب يعني اوض لبس بسيطه جدا في مركز شباب الجزيره واقاموا هناك لغايه بقى ما لغايه بقى ما الاسماعيلي عمل يعني في تاريخ الاسماعيلي حاجتين لحظتين من لحظات المجد يعني. اول بطوله دوري، لكن الاهم منها اول بطوله كاس افريقيا. ويعني ايه يبقى في 130 الف متفرج في استاد القاهره وعلى عواميد النور عشان يتفرجوا على الاسماعيلي؟ هما مش بيتفرجوا على الاسماعيلي، بيتفرجوا على مصر. ايوه الماتش كان في 69 في 9 يناير 70، بس دي بطوله 69. المصريين راحوا عشان عايزين ينتصروا باي طريقه ردا على نكسه 67. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.